بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلاتي وعلى ورقسنا قستي علاماتي كنا سورة وذا برامش كن حوغال برامش كن حوغال مانتا وحا اي نكو ايق دورنا قوضو باقي كمديهين وزير وزارة ورفافة لغن كيو عيقلن تجبوريد السومالي لان مدن السلامان يوسف علي كوري وشير جرائد كو غبتي حفيز كيس مقالة هرقيسة ايا كاقها اللي قوضو بادي اي سو ساري قدقي اسكوت حل ساري لحلحادين تحكومة داي حسبية دا معاركة فهمت لو هذا برامج كنا حوالنا وحي نكويك دونا وزيرك وزارة هرمانية تمالية تبوريد سومالي لان مدرين سعد علي الشري أي فوري كلار هولاد لو قرفين يي هيكسي وزارة دي ساية سنة كلابوكوري يلا باتنكا كاسي ويكا قيب قادن يين أغاسي موحيد يدا وزارة داسي حبيت سعادة برامج كنا حوالنا وحي نكويك دونا وريسي عن رويا لني قدوميها دقمة السلح لي إسماعيل يوسف حسين أو لويا قانا الشيني كاسي ونكاقا حوري سني حالة قودة دقمة السلح لي وقت كان صداعي تاي طبعا هست عرطان كي برامج كايا كمن دون دون حبنا عد مغل دونتان وهست هال هيس كيدو يهي وربل قابسو او تشوك فنان انت سارة أحمد شامع إي عبد علي بعلوان أي ست لانتالي وغلو غين دونا وحنا مغل دونتان كي بقابدا برامج كا برامج كنا وبرامج كني حوال Tuna gundaha iyo gaadaysa sidiga aragtiyan kaba gabar kula sarkaani ya garay ka kafura sal hajadaga adeer soo qaadan xubinta koowaad ee barnaamijka dhuxugal wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo xigalinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Saleeban Yusuf Ali Kore oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu kaga hadlay qodobadii ay soo saareen gudigii isku xil saartay dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka wasiirka oo arrimahaasi ka hadlaya waxa kamid ah hadalkiisi marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan isdul taago labada qodob ee kala ah qodobka kala dirka commissionka cusub iyo soo celinta commissionkii hore arinta ka dawladahan iyadoo aanan ku dalin sifo badan oo ballaaran dalku sida aad ogtihiin wuxuu leeyahay shuruuc iyo dastuur iyo golayaal sidaa daraaddeed dawladdu waxay ka qabtaa wixii sharciga Soomaaliland ka qaba waana arrin sharci ee ma aha arrin maamul waxaana isleeyahay mar haddii aynu aqoonsanahay inaynu ummad sharci kala hagayo nahay
إن أنه وحي شرعي وقبو شرعي دب الله قولا نقني وحانو هذه آد أسو دوينينا قولا بضا ضياش سو شيدين إياه إن ليس احترام حكومة دا نفكي دكو هالليا وحانو ديارون هاي إن أنه احترامنو سو دوينو وذا الشقين دولة يعني حسبية قرنك إيا قف كستو موادنا ودالكن كسو كردين يفكر في عام ودسمه سهراء وضي حسبيادنا وحي كم ديهين قاب لسميه كقود اي دولة دا سومالي لان إيا ديمقراطية دا اي نوكو نالونو اي مرار بادن دالكينا كدعدي قامر كستا بوسكو دا إيا بوسيشنكو دا إيا قوبتو دا كوهبوناشا حسبيادو ديار اي دولة دو اطاي سيدونو والله شغيني قضب كا وقتها كردينتا قرياشا يعني كهد لين قرياشا احترام كبضان وحان لا يهي قضب كاسي وحقويا لا حسبيادا حسبيادا مدفرة بضان ايه اهيد ووقتي كردينتو انتا انا يدعين كهر انا كوضا هلان قابكا ادور شوو ده قريا ايه قابكا اي وقوه الشينا ياسيدا وقوها بون ايه لوقبا لها دور الشو مالي حوينونا انتا انا اوغهي حقوق قال كنبا كاهي مدفر بدن ديار أيو أها إن دورش ذلك نحط لكن أرين ده سيد أكتين حسبية لو كده ما ويد أو وحلاقة دكتي بنيه كوميشن كأمريكا تاجنا تاس أيا كان تي مالك استسيد اللوجة هذي أما وقت ما وقت أوريحي إن إذا سو تاكتو وقت جودن بيجي أي مدة كورين تا ولا يش ما أنت ولي وحي أطلع أرين تاسي إن حسبية قوة الله دولت هي حكومة دوا ديار وحيوتها إنا دور شقش. آد هي آد بان وجوقا عصرنا هاي إن أمضنا لجوه وضع تلو ذاك. إن الواحد بدنا نسكدي جسم. إن إنه نقرنه تظهر الصعداء والديمقراطية دا إنه دورنا يودد هذا قاعدة. وحين أبهنا هاي إن إنه إنا جوه وده شغه سن بتجليه آه أو إنه أوردنا هاي إنه تبت دور شقش الله. وأنا runtii talada qaabka doorashada iyo dimuqraadiyadu waa sida qori isu dhiibka ee lagu kala wareegay xukuumadihii kala dambeeyay sharaf bay kulligeenno wada tahay inaynu dimuqraadiyada noocaas ay gaadno waxaana qof kasto muwaadin oo reer Soomaaliyana kula talinaya inuu xasiloonida iyo xad lahaanshaha iyo dimuqraadiyada iyo sharciyada dalkaba aynu wada dhowro qof kasto oo muwaadinina wuxuu dalkan xaq ugu leeyahay inuu ku qayb noqdo sistamka dawladnimo qofba meesha uu joogana waxa uu xaq iyo sharciyan ugu leeyahay oo ugu daro wixii uu awoodi karo ee uu ku dhisi karo dalka meel fiican bay joognaa aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaan warbaahinta qaranka iyo dhamaan odayaasha iyo dadka karaamada ee ila jooga waxaan hore uga jawaabay arinta si aad baan uga jawaabay waxa sharcigu dalku yahay ayaa loo maraya waana arin sharci arin fikir ka qof ku cabiri karo maaha sida daraadeed qodobada wixii sharci ku sabaysan ama sharci ah waxaan loola laabanayaa sharciga dalka waxaan idin ku iri dawladdu waxay ka qabtaa wixii sharciga dalku ka qab hadina doobigi odinki qarankaniyo rukeygana ku daadanaya daniya ku daadanaya Adiga ko di mana ya.
هدان لو دبر دايقن هدان هدان دحظة لو أتكيسن داليشة هدان داليشة هدان داليشة هدان لا سيحن هاونا قلا ديري قلن هاميو دسما يا دولكني هاونا قلا ديري قلن ويميو دسما يا دولكني هدان لو دبر دايقن هدان هدان دحظة لو أتكيسن داليشة هدان داليشة هدان داليشة هدان لا سيحن ونا قلا ديري قلن هاميو دسما يا دولكن ويهوي ونا قلا ديري قلن ويميو دسما يا دولكن intaas aad ayaan ku dhaafnay shirkaasi jiraayid ee wasiirka wasaaradda warfaafintu kaga hadlay qodobadii ay soo saareen gudigii dhaxdhaxaadinta isku xilsaaray xukuumadda iyo xisbiyada aan soo qaadano xubinta labaad ee barnaamijka dhaxoogaal wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa furay kulan hawleed lagu gorfeynayo heegsiga wasaaradiisa ee sanadka 2020 kaasi oo ay ka qayb qaadanayeen agaasimo waaxidyada wasaaradaasi ugu horeyn waxa kulankaasi hadal soo dhaweeyay ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Cabdi Gurhan waxaana ka mid ah halkaasi maanta waxaan isku nimid waa kulan aynu ku falanqayn doono qorshaha shaqo ee 2020 ee wasaaradda horumarinta maaliyadda oo waax kastaaba ay soo bandhigi doonto ku talagalka waxqabadkeeda shaqo ee 2020 qorshaha sidii aynu hore tilmaamaha u kala qaadanay wuxuu salka ku hayn doonaa amba u waafaqsanaan doonaa insha Allah qorshaha guud ee qaranka ee National Development Plan 2 iyo qorshihii wasaaradda horumarinta maaliyaddu sanadkan ay sameysay ahaa qorshaha ama strategic plan ka wasaaradda horumarinta maaliyadda waxa kale oo ay tahay inuu waafaqsanaado qorshaha iyo siyaasada miisaaniyadda 2020 sidoo kale qorshahaasi waxa uu sidoo kale salka ku hayn doonaa barnaamijka guud ee dib u habaynta maamulka maaliyadda ee BFM reform kala yiraahdo marka maanta waxa la inaga sugayaa presentation aanba bandhig qorshaha shaqada 2020 oo waafaqsan meelaha aan sheegnay oo dhan waxaan runtii aanu guud ahaan wasaaradaha kala duwan ee dawladda aynu dareensiinayna kana codsanayna qorshaha aynu maanta dejinayno fulintiisa oo muhiim u ah soo saarida miisaaniyadda 2020 oo muhiim u ah adeeg bixinta dawladda 2020 insha Allah inay dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dawladdu wasaaradda horumarinta maaliyadda ka gacan siiyaan fulinta qorshayaashaas oo muhiim u ah guud ahaan ka dhabaynta iyo soo saarida miisaaniyadda 2020 waxa sidoo kale inagoo u mahad celinayna cashuur bixiyayaasha guud aynu ka codsanayna mar kale inay inagu barbar taagnaadaan fulinta barnaamijkan maanta bandhigiisa aynu u fadhino oo inuu ogsoonahay iyaga la'aantood inaanay wax badalayno suurtoobayn marka inagoo u mahad celinayna waxaynu haddana fariin codsi oo kale u sii diraynaa inay barbarkeena taagnaadaan cashuur bixiyayaasheena muwaadiniinta. Dhanka kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo kulankaasi furay ayaa sharaxay ujeedada kulankan waxa ka mid ah dalkiisii qorshaha hawlqabad ee wasaaradda ee 2020 sanadka soo socda. Waa sunnah ay leeyihiin hay'adaha hoodan in xilligan oo kale sanadku markuu dhamaanayo ama sanadku markuu bilowga yahay in laba shay la isdul taago. Mid waxa weeye waa wixii la soo qabtay sanadkaas midna waxa weeye waa qorshaha sanadka soo socda kulan dambe isugu soo noqon doona wixii noo qabsoomay 2019 insha Allah bilowga sanadka soo socda 2020 laakiin maanta waxaan isugu nimidnay inaan isdib taagno qorsheheena sanadka soo socda qorshuhu waxa weeye waa qayb ka mid ah xubnaha maamulka maamul walba wuxuu ka bilowdaa marka ugu horeysa aragti oo hay'adda laftigeeda waxa loo sameeyay inay adeeg inay wax sameeyso marka waa aragti waxa ku xiga waa qorshe weeye in aragtidii la qorsheeyo waxa ku xigaana waa fulin waxa ku xigaana waa dabagal marka jadwalka maamulka ayuu buu qorshuhu ka mid yahay fulin weyn oo ka mid ah yahay habka uu shaqeynayo wuxuu buu waafaqsan yahay qaab dhismeedka maamulka marka wasaaradda maaliyadda horumarka
هؤلاء وحو قابسين مكلا صو كوبو وافر دي وحو وسياسة ميزانية يدقالها من نوع حو وديارنتا ميزانية لفتيجة من نوع فلنتا من نوع دبقالك أفر تاقيبون مكلا قابسين يعني أفر يتبون كينا دبارمنا مدول بميرو مكسو قليان أفر تاقيبون ورشاهم بها القبض كينو هم بو قابسانان دونا قيب لحجدا أذيق معاميشين هم بكستا مرسكينا أوه تدوينها يهيدها الدولية من نوحو سلقة كوهين دونا حبمام الكين قيب نوحي نغن دونتا تيين تيو كرقادد شقالهين سيد حدا قيبود أي انت بنوحي نقوانين أي 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 سوي منايا سنة كان صوص على إن شاء الله بن الله الكريم ديالي نقار شاء الله وحيابها إنو عليس كساري دونا وحوي حقيقين تميزانية دالبادة كونية لباتنك وحي أي نوضرسني إنو قبانو الدخليهان قبانو بغل كيبا بغل وحي خرش لوغو تلاقلين سيدي لوغو تلاقلين خرش كرينو بغل كيبا بغل ونسان نتو مركو نمادو يعني دوبو يغنو أي إنو سورتا قشو إن سيدي أي نوغو تلاقلين ميزانية دينو دعضي وحكولو نوغو جرا قرشاها إنو ديوان قلنو أمباين عوناس كسارن إنو ديوان قلنو عشور بحياش أوردن عشور بحيا وليبا وين بديوان كن نوجد موادن كستوى عشور كواجبتي وين نوديوان كشنا هذا توصل العالم ككلبا وشقيوي وقف اللي بالله مر لهذا وعكل علاس كانوا سارينا بكد ذلنا سيدي إنه وقف ذين لهن عشور بحيا إنه عشور تبحيا جهب إنه عشور تورنجري يوسو ترينها هذوين إنه همتي إنكو كفى لسنا وارين المدينة إنه لنا ما نحب وقف ذي عشور بحيا عشور تسين بحيا ونفض ذي عشر بحية ولبا إنه أجاده أنت عشر لقولية وحكول عليك أنه صار أن السيدية أنه أبدأ نقلل لهين حبكي بي أف أمك يعني وجدوين كينا وهوين وحكم ذا نقلل أنت بي أف أمك وتلمام عيا مامل وناك ماليد وكا بي أف أمك حولي هاي قيبة تلدوين بولي هاي وحن ولبا عليك صار دون قيبتا أي تيل سي أدقيدة وزارة دوردن أنه قد بغنو aan guddu dabaqno habka ee maska oo aan u computerize gareyno waxaanu laftigeeda inuu uga iska saari doono insha Allah dabagalka mashruucyada iyo kharashyada ka baxay miisaaniyad oo aanu xaqiiqno mashruuc waliba sidii loogu talagalay inuu u taqaanayn inuu u fulay oo u hirgalay ee waxa bana sidii loogu talagalay in loo kharash gareeyay waa waajib leen ugu leeyahay maadaama ashuurtu ay tahay maal aynu ka soo urulnay ummada muddo waxa xaqiiqna ugu leedahay inuu wax xisaab celinno oo xaqiiqno shini walba halkii loogu talagalay in uu ku baxay aan baade ka ahaado aan baro mar ahaado sidoo kale wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Saad Cali Shire waxa uu ka hadlay tababarada iyo tayeynta shaqaalaha dawladda waxana ka bidaadalkiisii waxa kale oo intii aan doonayay culayska inuu saaro tababarka iyo tayeynta shaqaalaha waxa ugu muhiimsan ee aanu haysanay wasaaradahan seenu fulinno adeega la noo igmaday waa shaqaalaha marka waajib inaga saaran shaqaalaha waxa weeye inaanu siino tababarka iyo aqoonta u baahan yihiin qof waliba sidoo uu qabto wixii loo xilsaaray isla markaana dhiri gelinno waxa kale oo doonayna in sanadka soo socda si ay laftigeedan ku dadaalo sidii shicibka aynu uga dhaadhicin lahayn hawsha wasaaradu hayso iyo cashuurta waxa loogu qabto cilaaqad wanaagsan oo la yeelan lahayn مرف ربضان وزارة دوحن بالله أركان بالله أركان المركة حلقة عشورة المركة تماده وعدي عشورة كوة كبتية أي نوتة ونو يوحن دوني أن علاقات شوكتا اللي يالنو حجير شوكتا اللي يالنو لسا حيبنو عشور بحية هدو كان عسدية هاي هدو شغالية هاي طبعا قشها أنو ديان أنو لبضا كون يالباتون كوين وحالو سيد وسوء قاسمو شاقي ميد وافقسا قشها أنو قودة شنتسنو MDB2 هي استراتيجية دين iyey siyaasadda guddiga dawladda inuu yahay mid waafaqsan marka ay wax waliba waxay soo bandhigi doontaa qorsheheeda ee wax walbana wax la siin doona marka feedback amba ma tahayna wixii lagu daraayo ama lagu kormeer ama lagu kordhinayo qorsheheeda marka u dambeysan waxaan soo urin doonaa dadana hal qorshe oo mid ah oo wasaaradu leedahay qorshaha sanadka 2020ka ayuu sameyn doonaa ma sentina salaam aleykum warahmatullahi wabarakatuh man doonayaan inta ka faa'iideysan munaasabadda oo halkan waxay neel jooga maanta wasiirku xigeenkeena cusub ina sarteen kala garan maayo waxa jaalay in la soo dhaweeyo wasiirku xigeenka loona shaqo loona shaqeeyo sidii mid shaqayn jiray wasiirki isaga ka horeeyay Cabdi Qadir wasiirku soo dhawow wasaaradda
taasi hadii aanu kaga nimaadno wasiirka wasaaradda horumarinta baaliyada iyo shirkaasi oo u fureegaasi baa waaxidada wasaaradiisa aanu soo qaadano xubinta saddexaad ee branchkeena xogaal waxaan waris la yeelnay gudoomiyaha degmada Salaxle Ismaaciil Yuusuf Xuseen oo aan ku xogaysanay xaaladda guud ee degmada Salaxle waqtigan sida ay tahay oo horey waxaan weydiiyay bal inuu ka warbixiyo xaaladda nolosha dadka iyo dunyada ku dhaqan deegaamadaasi sida ay tahay waxaanu ku jawaabay xaaladda degmada aad iyo aad u fiican tahay oo boqolweyne oo farbadan baa daay Ismaaciil markaad ka waranto dhinaca horumarka degmada Salaxle muddooyinkan ugu dambeeyay dadku waxay ku hawlanaayeen dhinaca wax soo saarka beeraha maadaama ay roobo badan da'een maxaad nooga sheegi kartaa dalagga beeraha dalagga beeruhu aad u fiican yahay sanadkan iyo sanadka horeba si fiican ayay uga faa'iideysteen iscaabaan ugu diyaargaroobeen insha allah bilaa green dadkan dad beeraha horey qadima ahayn laakiin imika hadda waxaa suurtagal ah in wax fiican uu kasoo baxo sanadkan insha allah bilaa green inkastoo ay ninkeenan somaliland dhibaatooyin hayso oo aanay wasabiiji oo dadku markay wax soo saaraan wanta badan waxay ka saaranaa si khataarayaan oo tabaandada ugu badan waxa la soo saaro ma jirto wax lagu farsameeyo dimaad oo soo saaray dhacaysaa oo tan qof soo maraysooyaan sanad Ethiopia iyo sanad dibadda badan ku haysta dadin dalsan Soomaaliland laakiin siyaad wax soo saarku aad u fiican yahay degmada Salaxle dadka xoolo dhaqatada ayaa ugu badan waxaad ka warantaa dhinaca xoolaha xooluhu kuma karo ku dhamaaday laakiin marka waa soo fiican yihiin inuu heystayaan xaqiiqna insha Allah bilaakiin la waxsan kadib xooluhu soo dhisan qaal waagag Ismaaciil dhinaca horumarka hadaad ka weydiiyo su'aal waxaa jirta wajiga saddexaad ee wadada isku xidha Hargeysa iyo Guuxa oo la bilaabay bal ka war wadadaas halkay maraysaa wadadan waxaa la isku xidhay 20 km oo dhaxay qolxay Salaxle arkaawadi baa la dhigay 7 km ka midna waa la taabixiyay waa la garaacay 4 km leen ka la bilaabay ka dib soo diyaar garaacay soo diin waxaan rajaynayaa insha Allah bilaa kiin bishan December
مارتين ولي أول شيء إن شاء الله بلا كريم أيضا مع صخرة أنت يا جرا إستا كل سكان كل مكان كجبنا الدقاتي برنامج ماما حاول إن نعم تلا صار لها دام شيء أبي أذن وبدل سمي برنامج يا حالا ما حدا فينا جدا بسمعه وضع صوي وانا غيري ما نمو خلاص في سمي رش بدل في سبال لا نقص قد بعيد برنامج سوى بدل شيء اسمع الواحد ويدير لها إن دقمة السلاح لي دولة هوسة إن بالكورن هولها هاي وهاي سو إن أديرها بحصو وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن way dhinaca caafimaadka inta badan ee bulshada reemiga waxa ka cabta xagga isgaarsiinta oo dadka caafimaad darada soo wajahdo ee sidii loo soo gaarsiin lahaa isbitaalada dhibay ku tahay balka waran xaaladaas aan barasho jooga shidaalka dawladda oo saabisa qofka boqolayaasha way hadii aan ku soo noqono wadada isku xidha Hargeysa iyo ina guuxa marka bilowdeen ee wadada si tabaruc ah loo bilaabay بل واحد كورن تا قرب ما ترجعين سنة رباط. أقول لك أن خشني سنة كان صار صار لا والله كل لباط كل واحد بتشيل إن شاء الله مين هيكوني من هيدا ماسين الدحيو ما هذا اللي صار ما ترد سنة ودود دام سه أنا تقول إن والله كل لباط إن شاء الله مين هيكوني من هيدا ماسين المان تبي له ودامره. فعلوا هدي أتكور رطة حالة جود إن بتقولي ده دك ماذا سنة هاي واسدي. ودلوا بحكي مثلا degmadan salaxley marka aad eegto waa degmad qadiimi ah adeegada ay bixiso ee magaalada dhexdeeda marka aad eegto dhinaca nadaafada iyo dhinaca caafimaadka maxaad ugu sheegi kartaa nadaafada iyo adeegyadii oo doqso looga baxnaa in ay falqadeeda ama dhaqaalaha iyo dowladda saxayay mushoo qabana mushoo yuudu dadama aqriga kaashiya wa عصرياً باهيرا إلو عنيو سرح كاغا بحا عصرياً باهيرا إلو إلو باهيرا إلو عصرياً باهيرا إلو سرح كاغا بحا عصرياً باهيرا إلو عنيو سرح كاغا بحا عصرياً باهيرا إلو إلو باهيرا إلو عصرياً باهيرا إلو America, yeah.
intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena xogaal waxaad ku dhaafaynaa heesta xirtaanka ee barnaamijka oo heesta halhayskeedu yahay warbal gaabso oo joog fanaaninta saare axmed jaamac iyo cabdi cali bacalwaan ayaa si talataalaya ugu luqeynaya tan iyo kulanti dambe anigoo ah musuursame guuleed oo barnaamijka isku soo duway halkan idinka soo jeedinayay iyo dhinaca habeynta iyo isku dubaridka axmed cabdi caydi dhammaanta iyo dhammaantiin waxaad ku dhaafaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gashama iyo sirow garanugle iyo toban meel didiski xodayo dar durmay dhacanayo
waxay tahay salaama daryeel laa kiya bidduya ku geeyay waala ya garay ka kafura dal hagaadaga Oh,